بوجود ربعي تعمر بن الدار وزينه بالفل ورد النفيري. مني تحيي من الجبل معقل الأحرار سلطاننا يا هيف هذا المسيري. وجه تحيي لجل قسام بعبار للأسد بشار هذا المسيري. أيوه الخيرة مدها الكل وصار ولثار بزر عندها الكل غيري عادتها لنا ما بدها تذكار. كل من نساها ما هو حميد سيري. كل من نساها ما هو حميد سيري. أنا عاد عرض لي عرض علي خلي عدنان يا أخي خلينا نقول نكهة خاصة دائما يعني هيك يشبه ملح الأرض. هذا ملح الأرض بدنا نحكيكم عن نجران وعن ملح الأرض بالنجران. هاي البلد اللي نحن نسينا نقولهم المكتب حبيب قلبنا جدو عباس بعاصي بس مصارت عند بيت جدو. راح أحكيكم قصة المشاركة الأصيلة اللي بترفع الرأس قبل معركة المزرعة بيوم واحد. بسم الله الرحمن الرحيم. بدي اقول لك حياك حياك يا برق انشلع من مخيلة يمطر على نجران طيبن وامثال البلدتين اللي كان القاصد يجيها بيت النشامة وللخطاطير مدهال. عندك يا مصر والنعم للقبيلة لمكرم شرواء المدح ينقاص كفو أبو نصر. يعني مصورة والنعم للقبيلة وردن ظن وردن ظن اللي رعبان. وجود روى من محرب صميلة والصيد تبغى بقربكم فين وظلال سيشون قومن عن نوازي مقيلة حرًا على بوس الشماريخ نزال رساس لابة دوم أبيض شليلة. ولا أنجبت مثله مشاهير الرجال يشبه لحاتم طي كان مكيلة زودًا على وجه مشوش وهلال تلبن شياهين الجوارح دليلة إن عينت حر الصواريخ جوال إن عينت حر الصواريخ نحن ببيت معزب غامض ببيت رجل من رجالات هذه المنطقة أبو زهير معروف نصر يشرفني اسمكم علي الغيارة لمة الأهل حفق العتيق أن أقدم له كتاب الإربعاء الملحمة والذي يتحدث عن بطولات الأهل كما أسلفنا في مخرج الشرقي. تستاهل يا أبو زهير الله يبارك فيك. إذا سمحت